السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب عبد الله الحمدات، أحد الطلاب المشاركين في معرض آيس في الدولي 2022. بحثه عبارة عن محفز كهروضوئي قادر إنه يفصل الماء لهيدروجين وأكسجين، ثم نقدر نستخدم هذا الهيدروجين ونحرقه أو نخزنه كمصدر للطاقة. دعواتكم لنا بالتوفيق، وإذن الله نرفع رأسكم ونرفع رأس الوطن. شكرا لكم.